هل شقت كرة القدم العراقية طريقها إلى الحل؟ السؤال الكبير يأتي مصحوباً بالتمنيات بأن ينجح سعة الخير بوضع حد لحالة النزاع التي طالت وكبدت سمعة الكرة العراقية فواتير باهظة ليس أقلها دخول شخصين إلى السجن بتهمة التزوير. بعد فترة طويلة من الشد والجذب كتبت الحروف الأولى من اتفاق المتخاصمين هناك في أربيل، وأخيرا نجح التدخل الرسمي في وضع النقاط على حروف حل قد يحفظ ماء وجه الجميع. استقالة اتحاد عبد الخالق مسعود مقابلة إغلاق كل القضايا التي رفعها الكابتن عدنان درجال، آلية التنفيذ بدأت، لكن هل من عقبات؟ وماذا أيضا عن الألغام المزروعة في طريق الحل؟ بين هذا السؤال وذاك يبقى مستقبل الكرة العراقية هو الخيط الرفيع الذي سنحاول اليوم كشف معالمه. ضربة البداية، نستقبل بعدها ضيوفنا.